كل بنوتة بتحب شعرها يكون جميل وطويل كده وحلو ومش مقصف وصحي وشكله جميل. في الفيديو ده مش هقولكوا على منتج، لا هقولكوا على وصفة سهلة جدا جدا جدا، وهي مية الرز. مية الرز، مية رز ايه اللي هنعملها ازاي؟ يعني احط مية رز على شعري؟ هقولكوا ازاي نعملها بشكل كويس جدا وبشكل ان يخلي شعرنا يتغذى وما يعملش ان شعرنا يبقى مش نظيف، صح؟ بس تعالوا اعرف اقولكوا كده ايه شوية الحاجات عن مية الرز. مية الرز فعلا عن تجربة ناس كتيرة جدا، وانا من الناس دي، فعلا من الحاجات اللي حسنتني شعري جدا مع الوقت، خلت اللمعة فيه طبيعية وجميلة وخلته مش ماسك في بعضه، واخد فوليوم كده وشكله حلو. كمان مية الرز اصلا موجود فيها فيتامينات كتيرة جدا جدا جدا، بس طبعا لازم نعملها بالطريقة الصح اللي هقولها لكم في الفيديو ده بعد ما اخلص، بعد ما تشوفوني كده، بعد مش بعد شوية كده. الفيتامينات الموجودة في مية الرز بتحفز ان الشعراية تتصلح والتكسر اللي فيها يروح، وبالتالي ترجع تطول تاني، وبالتالي ترجع تبقى حلوة. إيه طيب، ايه بقى السر في مية الرز؟ وعرفنا الموضوع ده منين؟ عرفناه من الهنديات او الناس اللي موجودين في شرق اسيا عموما، شرق اسيا الناحية اللي هناك خالص خالص، تمام. الناس دي، ناس كتيرة منهم معروفين بشعرهم الطويل قوي، وكان السر ان هو اصلا بيخسروا شعرهم بمية الرز. طيب هنعمله ازاي؟ هنستعمله ازاي؟ هنعرف مع بعض وازاي نعمله صح، علشان مش مجرد ان انا بقلع الرز وخلاص وشكرا، لا بنعمله بطريقة معينة هنعرف في الفيديو ده. بكل بساطة بنجيب حبة رز كده قد نص كوباية، وبنسيبهم في طريقتين. بنسيبهم ان احنا ممكن ننقعها في ميه طبعا من فلتر او ميه معدنيه طول الليل، اقل مده 12 ساعه، تمام. والطريقه الثانيه ممكن احط ميه ممكن تكون سخنه شويه او مغليه، برضو احطها عليها وانقعها فتره مش اقل من 12 ساعه. طبعا ده الشكل بتاع ميه الرز، هنشوف ازاي هنستخدمه مع بعض. هي دي طريقة ان انا اعمل مية الرز. ازاي بستخدمها؟ بسيبها ممكن على شعري النظيف بعد ما بغسله ليف ان. انا بالنسبة لي ممكن تسيبيها يومين ثلاثة اغسلي شعرك، لو انت بقى احنا داخلين في الصيف اهو وبنغسل شعرنا كتير وكل يوم، فاغسليه على طول. يستحسن ان انت تسيبيه مش اكتر من يوم على شعرك، او مش اكتر من يومين. بنحطه ليف ان كده على شعرنا ببخاخ من بعيد، وممكن على الجذور عادي جدا جدا. طبعا مش لازم نغرق شعرنا، الاعتدال في كل حاجه جميل. وبنخلي شعرنا كده يندفره وينلفه وينعمل اللي احنا عايزينه فيه. اكيد الوصفه دي هتعمل معاكم نتيجه كويسه جدا، جربوها، واللي جربتها تقولي عليها في الكومنتات. مستنيه بقى تقولي في الكومنتات التجربه بتاعتكم الجميله، ولو حد عنده وصفه وتجربه جربها ونفعت معاه في تطويل الشعر او بتخلي الشعر حلو او البشره او الصحه او اي حاجه، اكتبوها في الكومنت، وكلموني برضو على انستا اي اسئله وانا هرد عليكم. اشوفكم على خير الحلقه الجايه.